هناك اخد دكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الناشئين 2006 في الامارات. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عبد الحميد، تحياتي لحضرتك كابتن محمد. كل سنه وحضرتك طيب، ودايما كده وجهه مشرفه النادي الاهلي في اي مكان يا دكتور محمد. ربنا يخليك يا كابتن. بطولة قوية جدا في الإمارات، بتضم فرق كبيرة جدا، يعني أعتقد برشلونة، الريال، تشيلسي، يعني بورتو البرتغالي، يوفنتوس الايطالي، العين والوحده، حاجه جميله جدا. والوصل من الامارات كمان بطوله قويه جدا، وبطوله اعتقد ان هي قبل كمان ان احنا نكسب او ما نكسبش، احتكاكات قويه جدا يا دكتور محمد. مظبوط يا كابتن عبد الحميد، فعلا هو البطوله يمكن في السن ده بتاع 13 سنه تعتبر اقوى بطوله يعني موجوده بتتعمل خلال الموسم، يعني لانها بتجمع فعلا فرق زي ما حضرتك قلت كده من كل نواحي، يعني في من اوروبا وفي من امريكا الجنوبيه، في سانتوس البرازيلي برضو كمان مع فرق اوروبيه كبيره تواصلت ليها، وفي طبعا فرق برضو من الامارات زي الوسط والعين والوحده. فالنادي الاهلي اعتبر يمكن النادي الاهلي الفرقه المصريه والفرقه الوحيده اللي موجوده هنا، يعني الوحيده اللي بتوجه لها الدعوه، فدي الحمد لله حاجه برضو جديده عن النادي الاهلي، يعني دايما متواجد في كل فرقه. اكيد يا دكتور، احنا بنحاول نتابع حضرتك، يعني هنتعبك بقى معانا في المداخلات، هتبقى مداخلات كتير اكيد طبعا، لكن بنحاول نكون معاكم دقيقه بدقيقه عشان نطمن جميع النادي الاهلي كمان على ناشئين 2006 او البطوله. كمان كسبنا اول مباراه 4-0 يا دكتور. مظبوط مظبوط، مباراه مع الوحده 4-0 دي كانت الدور. هو البطوله نظامها كنا بنحدد فيها 20 فريق، يعني احنا مجموعتنا فيها 4 فرق، بس مباراتين يعني في اليوم، مباراه الصبح ومباراه بالليل. تمام. وبعدين بالظبط بعد كده بقى بيبدا يعملوا بقى الدور 16 ودور الثمانيه وهكذا. الحمد لله طبعا كانت مهمه جدا المكسب بتاع الصبح ده، ساعدنا الوحده ولعبنا اداء كويس. يمكن هو المباراه الثانيه بقى كانت فرق قويه جدا اللي هي سيلتا فيجو، الاسباني. كان وهو الفرقه بتاعته مش بتاعته، يعني فرقه من فرق التوب يعني في اسبانيا، يعني اكيد طبعا بيدوش عن برشلونه وريال مدريد في المرحله العمريه دي. تمام. كان صراحه كانوا ممتازين وجربوا طول الماتش بقوه وكانوا قريبين جدا، يعني المباراه دي ما توقفناش في سنه 22، بس احنا كنا لحد اخر نفس يعني كويس. حتى الناس الاسبان اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا على الماتش، سواء من يعني مش من سلطة بيكو، من الناس اللي جايه تتابع البطوله وكذا حد من الكوتش الثانيه في الكاد ومع كذا حد، قالوا اللعيبه بتاعتنا فايترز، يعني قالوا ان هم موهوب وفايترز، ان هم الاخر بحثه بيلعبوا وكانوا قريبين من التعادل جدا. فدي حاجه الحمد لله، يعني عارف بتطمنك انه وخرجوا من الماتش رغم ان فرقه قويه، ماتش 2-1، يعني اكتر من واحد كان بيعيطوا بعد الماتش. طبعا احنا قعدنا معاهم واتكلمنا، يعني انا وكان طبعا فتحي مبروك، وطبعا الثاني كابتن مال ازاي اتكلمنا معاهم. طبعا الحمد لله يعني النواحي النفسيه دي ان هم لسه عندهم ماتش بكره، ولو ان شاء الله في اسبوع هيصعدوا عادي، الدنيا باذن الله فرصهم قائمه بقوه يعني. لكن الحته دي على قد ايه ما هي ضايقت الواحد، بس على قد ما يعني ريحته وفرحته، ان ده يعني الاحساس اللي 13 سنه حاسينه ناحيه النادي الاهلي ان هم ما يقدروش الهزيمه، حتى لو من فرقه كبيره وفرقه قويه، لا ما عندهمش الهزيمه دي. اكيد هم اتربوا على كده وكبروا على كده واكبروا على كده، ويعني ربنا يكرمهم بكره ان شاء الله. تخيل يا دكتور بقى الروح بتاعه الولاد دي، وكمان لما يكون كمان متاسسين فنيا حلو قوي، تخيل ممكن نعمل ايه بعد كده؟ بالظبط، دي النقطه فعلا، وهو المنطلق من هنا فعلا يا كابتن عبد الحميد، ان انت بتحتك بقى بالفرق الكبيره دي وبتروح البطولات دي، لان اكيد دي هتفرق معاهم كتير في حياتهم، دي بالنسبه لهم برضو هتبقى نقله كويسه ان هم ياخدوا خبرات ويتعودوا على الاجواء اللي بره دي ويتعاملوا مع الفرق دي، الفنيات بتاعتهم تعلى مع الوقت وخبراتهم تعلى. بالظبط. ان شاء الله يعني المشيرين دول زي ما بيقولوا هم مستقبل النادي، هم الكنز الحقيقي للنادي ده، مشيرين في كل في مختلف الحاجات، فانا حتى سيستم الاداره وكابتن خطيب انه يبقى ليهم الاهميه الكبرى والاولويه عليهم.
اكيد يا دكتور. يعني انا دايما اكلمك بصراحه وانا عارف حضرتك طبعا متفاهم وحاجه جميله جدا ومثال فعلا جميل جدا في النادي الاهلي. لما اسمع الناشئين في النادي الاهلي تحديدا فايتر وروح وبنعيط بعد ماتشات احنا خسرناها او تعادلنا فيها، دايما بقول ايه لما نصقل بقى يعني الكم الهائل من الروح دي، لما نصقله بفنيات ويبقى اللعيب كمان عارف في الملعب هو بيعمل ايه، استحاله حد يقف قدام اللعيبه بتاعت النادي الاهلي تحديدا بكميه الاهلاويه اللي هي فيهم وكميه حبهم للنادي وعشقهم للنادي لدرجه انهم يعيطوا بعد المباريات ولدرجه الحاله الفايترز اللي بقوا فيها في الماتشات. فتخيل لما نصقل بقى هذه الروح بالحاجات الفنيه القوي زي ما اللعيبه بتاخد بره في برشلونه وسالتا فيجو زي ما حضرتك بتقول، مفيش حد يقف قدام لعيبه النادي الاهلي خالص. دي حقيقة، دي حقيقة. هو انت فعلا بعيد عن انت عندك الحمد لله التالنت اللي موجودة في اللعيبة بالظبط بالظبط فنيات او روح ويعني انا حتى قلت له من قبل الماتشات انتوا على وشكم بتبيع كلكم، يعني فعلا انا مش حاسس ان انا طالع مع ناشئين صغيرين او اطفال، لا بالكبار فعلا الكبار يعني في تعاملهم في البداية في الروح في الاداء، حتى ده بشهادة الناس اللي كانوا حاضرين الاهداف يعني تمام. فدي حاجه الحمد لله هم بيلعبوا كمان في الملعب بصراحه فنيا مستوى ممتاز يعني ده، وبيرجع لكابتن صالح مبروك وكابتن جمال السيد عاملين فعلا فرقه كويسه بينقلوا مع بعض الكوره بشكل سريع وبيهاجموا اكيد اكيد يعني بيلعبوا حلو جدا مع بعض، فالحمد لله دي برده حاجه مشرفه للنادي. واحنا يمكن اجواء ما بعد المباراه بقى احنا هديناهم شويه وحتى خدناهم كده البول اللي في الاوتيل هنا بعد الماتش فكوا شويه نفسيا اكيد عشان يحسوا برضه ان لان هم لسه بكره ان شاء الله ماتش اسهل من ماتش النهارده ولو كسبوا ان شاء الله بيكملوا دور 16 بس يا رب. هم بالنسبه لهم يعني كانوا قادرين اصلا الهزيمه دي حاجه كويسه جدا يا رب. مين الفرق اللي خدت عينك قوي يا دكتور؟ والله لا في طبعا تقريبا مرسيدس الصبح عامل ماتش كسبان العين العين 9-0 يا ساتر الفرق تقيلة هنا وريال مدريد بقول لك فعلا يعني الفرقة اللي معانا مش يعني قريبة جدا قريبة جدا من ريال مدريد طبعا 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 عامل تيم كبير في اليوفنتوس برضه عندنا ماتشات قوية برشلونة طبعا لا يعني في فرق كتير هنا هو في النهاية الهدف الاحتكاك بالناس الاحتكاك ان شاء الله بالناس يكون على اعلى مستوى ويحققوا برضه ده مركز يا رب يا دكتور يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا وواجهه مشرفه زي ما معودنا على طول دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الناشئين 2006 في الامارات، شكرا جدا جدا لحضرتك على هذه المداخله.